نجدد التحية على حضراتكم مشاهدينا الكرام للمزيد حول فعاليات قمة المناخ كوب 27 معنا موفدة التلفزيون المصري إيمان منصور وأيضا معنا إلهام نمر من شرم الشيخ. أهلا بكما إيمان وإلهام. أبدأ بك إيمان منصور وضعينا في فعاليات هذا اليوم. أهلا بك يا نهى. في فعاليات كاب 27 النهاردة يوم التمويل، ويوم التمويل هو واحد من أهم الفعاليات اللي بتشهدها القمة، نظرا لأنه جانب مهم متعلق بالهدف في تنفيذ كل التعهدات والالتزامات. أشكال التمويل مختلفة، رئيس الوزراء بدأ يعني اليوم، ومصر الحقيقة أنها قامت بالتحضير لهذه الفعالية من خلال الحرص على أن يكون صوت أفريقيا واحد. في هذا اليوم وعلى مداره 13 جلسة هيحضرها وزراء المالية الأفارقة ورؤساء البنوك الدولية والأفريقية طبعا والمؤسسات الدولية لبحث آليات التمويل من خلال الاستثمار في المشروعات الخضراء، أيضا من خلال مصطلح جديد أيضا ظهر في نطاق بحثنا عن محاور جلسات اليوم وهو القروض الخضراء. سيتم على مدار اليوم بحث خلال هذه الجلسات إمكانية تخفيف الديون في مقابل استثمارات تخص التغيرات المناخية وتخص التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وبدأ اليوم التمويل النهاردة بجلسة افتتاحية بعنوان التمويل في أزمة المناخ، واللي حضرها معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وتحدث فيها عن الجهود المصرية في التحول للاقتصاد الأخضر، وأشار إلى أنه التمويل هو الركيزة الأساسية في نجاح التحول للاقتصاد الأخضر. خلال الجلسة الأولى تم التركيز على مفهوم الديون مقابل المناخ بالإضافة لبعض الحلول الأخرى الفعلية والالتزامات والتعهدات بمسألة تكلفة القروض الخضراء. اليوم النهاردة كله مخصص للتمويل زي ما قالت إيمان، 13 جلسة على مدار اليوم مخصصين كلهم لتقديم وجهات نظر أو زوايا مختلفة في مسألة التمويل. يمكن كمان من شوية كان في لقاء مذاع لرئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية اللي هو مستيو ألوميا أديشينا. الحقيقة في حديثه للتلفزيون المصري كان أشار إلى أنه مسألة التمويل هي مسألة معقدة جدا، ولكن يعني على أفريقيا أن تقوم بتمويل نفسها بنفسها من خلال البنوك الأفريقية ومؤسسات التمويل الأفريقية، وأنه لا يجب التعويل والاعتماد على آخرين في مسألة التمويل، لأنه الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم الآن لا تتيح هذه الرفاهية أن احنا ننتظر أن تأتي المساعدات من الدول الأخرى أو الدول المتسببة بالأساس في الانبعاثات الضارة، ولكن يجب أن نعتمد على أنفسنا، خاصة أن القارة الإفريقية بتتمتع بموارد هائلة تستطيع أن نستغلها بشكل أمثل للحصول على هذه التمويل اللازم لمسألة التحول للاقتصاد الأخضر. بالتأكيد اجتماعات اليوم هي فرصة لوزراء المالية للاجتماع وللتعبير عن التزامهم بالعمل المناخي وعرض آلية وكيفية هذا الالتزام. في ختام اليوم في أعقاب جلسات ثرية بالنقاشات وثرية بالحضور أيضا سيكون هناك اجتماع لرؤساء صناديق الثروة السيادية الأفريقية لضمان دورها في تعبئة الموارد وحشد الاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهذه النقطة يعني بتتكرر كثيرا سواء في حواراتنا مع المسؤولين بعض المسؤولين والقادة الذين جاءوا معنا أو من خلال نقاشات الجلسات، أن القطاع الخاص له دور أيضا في تعزيز هذا التمويل في طرح استثمارات تتجه نحو الطاقة النظيفة وتكون صديقة للبيئة، وهذا الأمر يعني يحتاج إلى دعم وتسهيل من القطاع الحكومي وتشجيع أيضا من القطاع الخاص لبحث هذه الاستثمارات.
مصر يعني لها هدف واضح وهو تعزيز فرص التمويل في الاستثمارات الخضراء لمكافحة تغير المناخ طبعا وبالخصوص في البلدان النامية والأفريقية على نحو يؤدي إلى خفض تكلفة تمويل هذه المشروعات الصديقة للبيئة من خلال آليات ميسرة، وهذا جزء مهم من أهداف التمويل اللي كاب 27 بتسلط عليها الضوء في هذه القمة وخصوصا في يوم التمويل. مسألة القطاع الخاص مسألة في غاية الأهمية، لأنه يعني الحقيقة الجميع بيعول بشكل كبير على مساهمة القطاع الخاص في محاربة تداعيات أزمة المناخ، ويمكن ده اللي أكد عليه كمان رئيس الوزراء النهاردة وكان في مقابلته امبارح لما أشار إن هو التقى بالأمس مع الرعاة الدوليين والمحليين لكوب 27، وإن هم أبدوا استعداد للدخول في شراكة واستثمارات اللي هيتم إطلاقها خلال كوب 27. القطاع الخاص هو القطاع الرائد في هذا المجال، لابد من الاعتماد عليه بشكل تام، ولتحقيق هذا الهدف لابد من توفير مصادر التمويل وآليات التمويل. ومن هنا يعني كان الحديث اليوم عن مسألة حشد التمويل للعمل المناخي، الجلسة اللي هتكون بعد قليل واللي هيحضرها الجور نائب الرئيس الأمريكي السابق. والحقيقة الجور طبعا حاضر مش بصفته أنه نائب الرئيس الأمريكي السابق، ولكنه بصفته أنه هو أحد الداعمين وأحد أبرز الوجوه في العالم الداعمين لأزمة المناخ، هو حاصل طبعا على جائزة نوبل للسلام بالمناصفة مع لجنة المناخ الدولية. فإذا هو يعني بقاله فوق 40 سنة ناشط وبيعمل في هذا المجال وله يعني باع طويل، ويدعم دائما القطاع الخاص والشباب. مسألة الشباب مسألة مهمة جدا في توعية والاستمرار في أن تظل قضية المناخ في صدارة اهتمامات الناس. خصوصية كوب 27 أنها قمة للتنفيذ وليس فقط لتوقيع الاتفاقات والتعهدات، ويوم التمويل واحد من أهم أيام وفعاليات القمة لأنه فرصة لعرض إجراءات تنفيذية وعرض اقتراحات أيضا لآليات ميسرة لتحويل يعني التمويل إلى فرص استثمارية في أفريقيا، ويعني العالم في أشد الحاجة إلى هذه الفرصة خاصة في أعقاب عدة أزمات تشابكت آثارها وتداعياتها السلبية، جاءت جائحة كورونا ومن ثم الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والتغيرات المناخية. هذا التشابك ربما جعل العالم يدرك خطورة هذا الملف، وبالتالي أن تؤدي هذه القمة إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع تنفذ. وهذا التشابك أيضا فيما بين التأزم في المواقف السياسية جعل أيضا القارة الأفريقية أكثر قدرة في التوسع في المشروعات الخضراء، وهذا واحد من أهم أهداف يوم التمويل. في الواقع أنه إحنا بعد أسبوع من النهاردة عدد سكان العالم هيصل إلى 8 مليار، 8 مليار نسمة يعيشون على هذا الكوكب. يعني المتشائمين يرون أنه يعني كيف سوف يتحمل هذا الكوكب هذا العدد من السكان، ولكن هناك أيضا الكثير من المتفائلين الذين يرون أنه هناك إمكانية للحفاظ على هذا الكوكب ويعيش سكانه عليه بسلام. 8 مليار على هذا الكوكب كيف يعيشون؟ الحقيقة الدور كان يعني بيتحدث عن عدم العدالة في قضية المناخ، ويرى أنه مسألة التغير المناخي أو قضية المناخ هي الفصل العنصري لهذا الزمن، بمعنى أنه أفريقيا ودول المحيط الهادي أو الوقاعة على المحيط الهادي هي أكثر الدول تعرضا أو تأثرا بالتغيرات المناخية، لأنها الأكثر فقرا ولكنها ليست الأكثر تلويثا للعالم. فالدول الصناعية الكبرى هي التي تتحمل مسؤولية ما يحدث في هذا العالم، ولكن النتيجة تقع على الأكثر ضعفا، فبالتالي هي بالفعل قضية
كما طرح هو على حد قوله هي الفصل العنصري لهذا الزمان.